برحب بحضراتكم من جديد ولسه مكملين فقرة الأخبار ونروح للجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي اللي بتناقش المدرب السويسري ريني فايلر في ملف لاعبي الفريق المعارين علشان يحسموا موقفهم بقى خلال طبعا الفترة اللي جاية. الفترة اللي فاتت شهدت مناقشة فايلر طبعا مع معاوني موقف المعارين دول، وهيقدم المدير الفني المفروض تقرير للجنة التخطيط للكرة بالنادي برئاسة محسن صالح بشأن المعارين دول. ورغم أن فايلر سبق واستقر على ان هو يعيد الثنائي محمد شريف من انبي واكرم توفيق من الجونه، الا ان المدير الفني طلب جميع التفاصيل عن باقي المعارين كمان، لانه يعني ممكن يعيد التفكير في اعاده معارين اخرين، خصوصا طبعا في ظل تالق بعض المعارين دول في الفتره اللي فاتت، ومنهم عمار حمدي اللي دلوقتي مع طلائع الجيش في ظل رحيل اكتر من لاعب مؤخرا من الاهلي زي رمضان صبحي، احمد فتحي، حسام عاشور، شريف اكرامي، وده اللي هيحسمه طبعا المدير الفني مع لجنة التخطيط خلال الأيام اللي جاية. صحيح، بالمناسبة الحقيقة يعني احنا بنتكلم على ذخيرة حية، معظم اللعيبة المعارة من النادي الأهلي اعتقد مقدمة موسم اكتر من جيد، واعتقد في كتير منهم زي ما قلت لحضراتكم الإدارة دايما مهتمة بفكرة انه تدعم وتحاول تعالج المشكلات اللي موجودة، وطبعا بالتنسيق مع الإدارة الفنية ريني فايلر. الاهم واللي عايز اقوله لحضراتكم كمان، ودي نقطه في غايه الاهميه، انه اداره الاهلي، وده ملوش علاقه بالاداره الحاليه، ده منهج وسياسه للنادي الاهلي ايا كان مين بيتولى مسؤوليه الاداره، الحساب في نهايه الموسم. وبيتهيألي لو حضراتكم سبقتوا معانا كده ورحتوا قدام شويه على شهر 10 اللي جاي، والاهلي ان شاء الله كان محقق بطوله ابطال افريقيا، هيبقى نفس الفريق اللي تهاجم ونفس المدير الفني اللي كان يعني حظه كتير من الانتقادات، هيبقى اعظم فريق في الدنيا واحسن مدرب في الدنيا. نصبر بس على فرقتنا وندعمها في الاوقات الصعبه، وان شاء الله باذن الله نعدي من عنق الزجاج. اسهل شيء انك انت تكسر يعني، لكن عشان تبني ده اللي بيحتاج مجهود وبيحتاج صبر وبيحتاج حرفه. عشان كده مهم جدا واحنا بننتقد ما نعورش، واحنا بننتقد ما نهاجمش بغرض او بهدف الهجوم. والناس اللي بتتكلم على فكره الغيابات، سواء كانت لعيبه مشيت او كانت لعيبه غايبه بداعي الاصابه، الاهلي عمره ما وقف على حد، وقلنا ده قبل كده بشكل كبير. ورمضان صبحي تحديدا ما كانش على ذمه الاهلي، ما كانش على قوه فريق الاهلي، ده لعيب اعاره من هدرسفيلد، والاهلي اتحرك في ملف رمضان صبحي من اول لحظه لاخر لحظه متمسك بناء على رغبه اللاعب اللي اعلنها مرارا وتكرارا، واعتقد انه الصفقه كانت قريبه جدا من الحسم لولا التدخل اللي حصل. لكن في جميع الاحوال الاهلي زي ما قلنا ما بيقفش، الخطيب بطل وتريكا بطل ومن ايام التتش بطل وصالح سليم بطل وبركه يعني، ونجوم كتيره جدا. انا مش هعد لحضراتكم نجوم النادي الاهلي بطلت، والمسيره ما توقفتش، والبطولات ما بطلتش تيجي للنادي الاهلي. خدوا بال حضراتكم، لانه للاسف شديد في بعض الاوقات الواحد بيحس انه هو مش احساس، هو شبه يعني مؤكد انه في محاوله استهداف في الجمهور نفسه، فكره تصدير حاله الغضب وإشاعة الغضب عند جمهور النادي الأهلي، وتبدو وكأنها شيء مصنوع، شيء ناس بتتحرك عليه. فأنا متأكد جدا من وعي جمهور الأهلي، ومتأكد أنه من يوم الأربعاء اللي جاي مع ماتش الجونة المساندة إن شاء الله بإذن الله لفرقتنا هتبقى أعلى على أعلى مستوى.